معكم مستمعينا الأفضل بعد هذا الفصل والفقرة الطبية مع دكتور رشيد بن عمي أخصائي في الطب العام لمدينة سلا. أسبوعنا كيف ما ذكرنا لكم مخصصين للتوعية والتحسيس حول مخاطر نزلات البرد والفيروسات، وبالأمس تحدثنا على الاختناق بنقص الأكسجين وتسرب المواد والغازات السامة والأثار ديالها كلها هي عرفنا بها. دكتور رشيد بن عمي اليوم غادي نستمروا دائما في مشاكل التنفس أو في نزلات البرد رفقة الدكتور رشيد بن عمي. مرحبا بك دكتور. شكرا دكتور، صباح الخير، لاباس عليك؟ صباح الخير، بارك الله فيك، الحمد لله دكتور. اذا اليوم شنو موجد لنا دكتور من نصائح وتوعيه كيف ما عودتينا دائما؟ البارح بالامس كان اتصل بنا سي الحسن وكان سالنا على الربو. نعم، وقلنا له وعدنا باننا غادي اليوم نهضروا على الربو، غادي نهضروا على الربو. نعم، ونشوفوا المشاكل علاش كيجي لك الربو وكيفاش كيبدا داك المرض وكيفاش يمكن محاربته وعلاجه والوقايه منه. نعم دكتور. كما قلتي بان كاين نزلات البرديه، كاين الناس اللي نزلات البرديه هي اللي كتبدا به الربو. اذا هذه النزلات البرديه اللي هضرنا على المسالك الهوائيه، قلنا كتوقع واحد التغييرات في المسالك الهوائيه، ولكن بالنسبه للناس اللي هما كيشكيو من الربو، ملي كتجي هذه النزله البرديه او التغيير ديال الجو او التغيير ديال الهواء البارد، اش كيوقع ليه؟ كيوقع التهابات داخل القصبات الهوائيه، دوك القصيبات اللي هضرنا عليهم هوائيه داخل الصدر، كتوقع فيهم بعض المرات التهابات. وهذه التهابات كتعطينا واحد الزياده في السمك ديال القصيبات، يعني ان هذيك القصبه اللي كدوز الهواء رجعت غليظه، رجعت السمك ديالها كبير، يعني بالتالي ان الحجم ديال ملي كان يمر الهواء بدا تنقص. كما انها تقوم بالافرازات ديال البلغم كما هضرنا وشرحنا كيفاش البلغم كيتقاد ويتصاوب في هذه القصيبات الهوائيه، مما يؤدي الى ضيق هذه المسالك الهوائيه. واش كيوقع لنا؟ كيوقع لنا صعوبه في التنفس. نعم. والتنفس يصاحبه صفير. اذا من هذه القضيه هنا ملبقه، ملي كيضربوا البرد كيبقى يقول لك صدري كيصفر، عنده صفاره في الصدر ديالو، وبعض المرات تيكون عنده سعال تيكحب، وبعض المرات تيكون عنده سيلان ديال الانف. وبعض المرات ما تيكونش عنده السيلان وما تيكونش عنده السعال، تيكون عنده ضيق في التنفس فقط. اذا هذا كعلامه اولى ديال ان الشخص مصاب بالربو. ولو واش غادي نبقاو حنا غير في هذه القضيه ان الشخص اللي عنده الصفير هو اللي عنده الضيق ام لا، كاينه واحد الحاله اخرى اللي كيمكن الانسان يمر منها وغادي يجيه من بعد الضيق بلا ما يشعر. الانسان اللي كيجي ضيق ديال التنفس في الحالات العاديه ديالو وفي الاصابات النزلات البرديه وكتبقى فيه اسبوع الى 10 ايام الى شهر ثم تنتظر مع العلاج وتعود له في السنه الاخرى او في بعد 6 اشهر ثم تعود، هذا الشخص هذا تلاحظ نفسه ان حتى في الاعمال اللي كتكون متعبه ملي تيبقى يقوم بها كيحس بواحد ضيق في التنفس وواحد الصعوبه ديال التنفس ديالو، وفي الاخير ديالو في السن ديال 50 الى 60 سنه يحل الربو وكير مريض بالضيق، لو كان هو في الاول ينقذ راسو عند الطبيب وينصحو ويعرف بان الربو سياتي يوما ما، لانه الا عالجو في البدايه ما غاديش يجيه. نعم. هنا هذا بالنسبه للربو. كاين واحد الخطا عند الناس هو كثير، يجيك مول الضيقة تيجيبو ليدو ولا كيجيبو هو اللي كيجي وكيجيب معاه راديو في يدو، تقول لك انا درت الراديو ديال الصدر نورمال عندي، يعني ما فيهاش الضيقة. هذا خطا. وجل 90% حتى 70% ديال الناس اللي هما مصابين بالربو تيكون عندهم الاشعه الصدريه عاديه، كيبان لك حتى حاجه فيها، تيكون بين والو. اللي كيبان لنا هو العلامات اللي كنشوفوا عند الشخص، هذه العلامات اللي كتظهر عند الشخص اللي كان كما قلنا ان الانسان كير عنده مشكل ديال ضيق في التنفس وصفير في التنفس ديالو. كيجي المرحله الاولى، كيفاش غادي نقولوا السيد سيصاب؟ جا في المره الاولى بقى تيكحب تيسعل وكيجي المشكل ديال ضيق التنفس معاه الصفير، عالجناه ولكن العلاج ديالو ما تبعوش مزيان، دازت مده عاوتاني رجع ليه نفس الشيء، يعني المرحله الثانيه تعاود ليه مره ثانيه وتعاود يحاول العلاج اما يعالج ومشى دار شي علاج بوحدو، وجاته المره الثالثه. الى جاته المره الثالثه هنا بان الربو راه حط الرحيل الرحال ديالو وجلس عنده، راجع عنده الربو. يعني انسان المره الاولى سالمه، الثانيه سالمه، ولكن الثالثه كيبقى الربو دائم مصاحب للشخص. كاين كذلك الربو اللي ماشي تيكونش غير المشكل ديال النزلات البرديه وتغيير الجو، ولكن كاين الربو اللي كيجي للشخص ويكون المشكل ديالو هو المجهود الجسدي. المجهود الجسدي هو اللي كيعطينا هذا الربو هذا وكيديكلونشي الربو عند الانسان. كيفاش يمكن مجهود جسدي ما تعطينا ثقه؟
كنعرفوا بان الشخص اللي غادي يقوم بواحد المجهود جسدي كيكون عنده الاكسجين كتطلبوا الاعضاء والعضلات والاعضاء الاخرى اللي تقوم بهذا العمل هذا، كيبقى لنا الرئتين غادي يعملوا واحد العمل مجهود كبير باش يوصلوا للدم. اذا كان هذا الشخص هذا عنده الارضيه مواتيه او فيه الربو، كان عنده الربو وكيعالجوا اللي كيجي غير بالنزلات البرديه، هذا الشخص يقدر غير بمجرد انه بدا يتنفس بسرعه كيبقى يدخل الهواء بسرعه للجسم ديالو، واش كيوقع؟ كيوقع ان هذا الهواء اللي كيدخل كتكون بارده بالنسبه للهواء اللي هو كيدخل داخل عادي بشويه عليه، اللي كيدخل دائما بشويه كيجي عادي لان كيجوز بالانف ليس بالسرعه التي يمر بها عند العمل الشاقه ديال الجسد، بشويه كيدوز داك الهواء الان يدوز للحنجره يدوز في البرونش يعني بقوس القصبة الهوائيه الى اخره، كيسخن شويه ملي كيوصل للرئتين كيكون سخون شويه، اما اذا كان بسرعه كيوصل بارد، ملي كيوصل بارد اش كيعطينا؟ كيعطينا دوك القصبات الهوائيه كتنشف، ملي كتنشف كتعطينا ما يسمى تاهي كتصاوب كتطلع الضيق ديال التنفس ديالو كتضيق، ملي كتضيق كتعطينا داك الصفير كتديكلونش عليه لازم ديالو بهذا المجهود الجسدي اللي هو دارو. اذا كاين احتياطات اللي غادي يقدر يدير هذا الشخص هذا بدون ما يوقع عليه حتى حاجه، وفي نفس الوقت هو راه كيلاحظ نفسه ملي كيدير المجهود الجسدي كيبدا يكح نشفه، يعني هذا راه قال لي بان الهواء اللي كتدخل ما بقاتش قابله للرئتين، الانسان ينقص من ذاك المجهود او يرتاح ولا يدير يدير الاحتياطات. كيفاش يمكن هذا الشخص هذا العادي اللي فيه الضيقه دائما وبغى يدير الرياضه ما غنحرموش من الرياضه، يعني غادي نقول له دير الرياضه ولكن بشروط. الشرط الاول هو انك تاخذ ذاك الدواء ديالك الرشاشه اللي كدير اللي كتوسع عليك العروق ديالك يعني القصبات ديال القصبات الصدريه داخل في التنفس باش يمكن لا تخليك تنفس، غديرها 15 دقيقه قبل التمرين، ولكن ضروري باش غادي دير لي شوفمون يعني غادي تسخن مده 15 دقيقه او 10 دقائق، انت كدير حركات بشويه بشويه تتي الجسم ديالك كيولف ديك الحركه الجسديه وكتبقى الدوره الدمويه عاديه وعادي يمكن لك تقوم بالعمل ديالك، ولكن خاصك دير واحد الثوب او تضع واحد يعني قماش ديرو على نفسك باش ما تدخلش الهواء مباشره بارد للصدر ديالك. نعم. ويمكن لك تقوم بالاعمال الرياضيه ديالك، والناس اللي تيكونوا عندهم الرياضه احترافيه تيكون مراقب من طرف الناس اللي كيكونوا في المحيط ديالو، هذا تيكونوا تيعطيو نصائح مباشره. نعم. بالنسبه للانسان اللي كتجي الضيقه كيفاش يمكن لنا نديرو التشخيص؟ التشخيص هو دابا عرفنا احنا من الناحيه الكلينيكيه يعني السريريه، الانسان كيكون عنده ضيق تنفس تيسعل نفو كيسير ولا ما كيسيرش، عنده صفاره في صدره ملي كنديروا الصناطه كنلقاو صفاره داخل الصدر كنلقاو واحد الضيق ديال التنفس كنعرفوه، كندير نقلبوا القلب كنلقاو مزيان، كنقلبوا الاعضاء اخرى كنلقاو مزيان، كنديروا ليه واحد ليكسبلوراسيون، احنا غادي نستغلوا الاعضاء ديالو الوظائف ديالهم نشوفوهم كي دايرين، ملي غادي نشوفهم كي دايرين شنو كنشوفوا؟ ما اللي كيهمنا احنا هو التنفس، غادي نشوفوا التنفس وقياسة قدرة التنفس عند الشخص، والمقياسات كنديروها بديزاباراي كيكون عنده واحد الحل لو تيوب كيصوت فيه الشخص وكنعرفوا شحال المقدار ديال القدرة ديالو ديال دفع يعني الاستنشاق ودفع النفس من الصدر ديالو اللي كتكون عند الشخص وكتعطينا علامات. كذلك اللي هو مهم كما قلنا للسيد البارح هو قياسات الدم من الغازات الموجوده في الدم باش كنعرفوا هل الرئتين تعملوا بوظيفه سليمه ام كاين نقص، كنقيسوا ليه الاكسجين وكنقيسوا ليه لي غاز كربونيك فين في الدم ديالو ديال ارتيريال ماشي فينو ديال نعم ديال الشرايين، هنا كناخذوا واحد النظره على ان الدم راه نقص او زايد، هنا الطبيب ملي كيكون كيعالج كيقدر من بعد سنه او سته اشهر كيعيد نفس التحليلات وكيعرف بان داك الشيء غادي ديفلوبمون يعني غادي بالتطور ديال العلاج غادي مزيان والسيد بدا كيبرا. كاين كذلك الاحتياطات التي يجب اخذها. بالنسبه للانسان اللي كتقدر تجيه الربو ديالو اللي كتكون يعني حساسيه هي اللي كانت ديك المنشطه، لان من الاسباب المسببه لهذا الضيقه، لان الناس كلشي تيقول لك شكون هو السبب ديال الضيقه منين بغات تجي. نعم الضيقه من الاسباب ديالها تيكون عند الانسان عنده حساسيه في الانف ديالو، كيكون تيعطس كيكون تيسير ليه نفو، هذا مهدد باش يقيس ليه يعني الصدر ديالو يتقاس بهذه الحساسيه، تيكون تيحك ودني والحلق ديالو من الداخل وكيهمل هذه الحاله هذه وما كيعالجهاش، وكتبقى تطور ليه الحساسيه لدرجه انك توصل ليه حتى للعصيبات الهوائيه وتوصل ليه لذوك الجيوب اللي كاينين داخل الريول، ما كيبقاش كيوقع الانسداد في المسالك الهوائيه وكتبقى عنده ربو دائم، لان قلنا كتجي المراه الاولى ما عالجهاش الثانيه الثالثه صافي
كتستقر ليه في الذات ديالو. كاين كذلك الاشخاص اللي كيكون عندهم اكزيما من صغر الدري الصغير عنده الاكزيما، هذا والدي خصني يحتاطوا من هذا كاين علاقه خصهم يحتاطوا، لان هذا الطفل يعني بعد سنه بعد شهرين بعد سنتين او ثلاث سنوات ولا يوصل 14 عام جينا غادي تجي الضيقه، يعني هنا التريتمون خصو ضروري من العلاج ديال الاكزيما ومراقبه الطفل من ناحيه التنفس ملي كيكون تيضربوا البرد يسلك البلوغ ديك الساعه كنتهنى واحد شويه. بالنسبه كذلك الانسان اللي كيعيش في واحد الجو متلوث فيه تلوث فيه غازات، هذوك الغازات حتى هي كتاثر على الشخص وكتكون الارضيه مواتيه وكيجينا الربو عند الانسان، لان الشخص عنده ارضيه يعني سهله باش يمكن ليه توقع عليه هذا الربو. نعم كذلك كما قلنا في المواضيع الاخرى ان كثره التعرض لهذه الغازات السامه راه كتاثر على الجسد وكتاثر على الاعضاء الداخليه، وبالتالي ان الانسان حتى المناعه ديالو ما كتبقاش، حتى ان مقومات اللي غادي يمكن ليه يعيش بها دائما ما كتبقاش عنده طبيعيه، وكيغلب عليه المرض وكتجي امراض اخرى من غير الربو، يبقى يظهر فيه حاجه علامات اخرى كالفشل قد القلب الى اخره كتكون عندك شيء. نعم بالنسبه للمراه الحامل كننصحوها ملي تكون حامل التدخين تبتعد عليه، ان الطفل او الجنين اللي في كرشها سوف يصاب بالربو ملي غادي تولد. نعم. غادي تولد وغادي يزيد غادي يجي الربو غادي تمحل معاه بزاف، اللهم تقلع عن هذه العاده السيئه لان مضره بالنسبه لها في جسمها ومضره بالنسبه للجنين او الطفل اللي غادي تشوفه في المستقبل ديالها. نعم دكتور. بالنسبه للوراثه كنعرفوها بان الوراثه معروفه كيكون الاب والام وكتكون في الوسط العائلي مشهوره بان كلهم عندهم الضيقه، هذا ملي كيجي السيد وكيكون عنده الضيقه كنهضروا معاه واش كاينه في الباك كاينه في خالتك عمتك كاينه في الوسط العائلي كلشي عندنا كلنا عندنا العميل الوراثي كتعرفوا. اذا هذه الاسباب، فكيفاش يمكن لنا نعالجوا هذا الربو؟ العلاج الاولي اولا ملي كيجيك الانسان كتكون عنده الازمه يعني كيكون اختناق، يجب علاج الاختناق. الاختناق ما كيتعالجش، راه كاين واحد الخطا عند الناس كبير هو ان كيمشي كيجيه الاختناق كيمشي للمستشفى تيقول لهم ديروا الاكسجين كيرجع عندهم مع 12 كيرجع عندهم، هذا الاكسجين اذا كان بزاف ويبير بار كان بزاف دخلوا الجسم ديالو هو غادي يزيد ليه من لا كريز غادي يزيد يأزمو. نعم وغادي يزيد يأزم ليه الازمه. الاكسجين كنديروا غير في واحد الوقت معين وكنعالجوا بالادويه اللي كتكون مصاحبه كاين اللي يكون في المكان كنديروا الاكسجين باش يتنفس الشخص باش ما يكونش عنده ليبوكسي ما يكونش عنده اكسجين ناقص في الدم ديالو كنعاونوه، ومن بعد كنديروا ليه النيبيليزور. شنو هو النيبيليزور؟ واحد الاله اللي كتعطي واحد البخار كنخدموها بالكهرباء وكتعطي ذاك البخار، ذاك البخار كنحطوا عليه لانيفو وفي ادويه اللي كتدخل ليه عبر المسالك الهوائيه، وهذه الادويه اللي كتكون فيها كتكون هي مساعده على ضد الالتهابات ديال المسالك الهوائيه، وكذلك هي اللي كتساعد باش كتحل ديك المسالك الهوائيه وباش يتنفس الشخص وكيمشي للبيت ديالو يعني بهدوء، وهذاك الشخص في البيت ديالو كيتابع العلاج ديالو اللي نصحوا عليه الطبيب. والعلاجات كاين عندنا العلاج الاولي السريع اللي كنعطيه لبيتا ديلاتاتور برونكو ديلاتاتور، هادو اللي كنعطيو يعني كيسرحوا العروق. هاد لي برونكو ديلاتاتور كاينين اللي فيهم العمل ديالهم تيكون سريع وكاين اللي بطيء، مزوج مع بعض ادويه اخرى باش كيمكن ليه يسيروا طيله اليوم كيدير بخه وحده كيمكن ليه تشد ليه حتى 12 ساعه كيبقى مزيان. كاين اللي كنديروا بخه وحده كتشد لينا 4 ساعه نص ساعه على حسب الشخص وحسب لاكريز ديالو والسن ديالو والمعاناه ديالو مع هاد لاكريز حسب المعطيات اللي كنعرفوا في الشخص كذلك. كاين هاد لي برونكو ديلاتاتور كيديرهم الشخص وكيبقى قلبه يضرب بالزربه كيحبسهم تيقول لا ما نديرهمش، راه هذاك الضربه ديال القلب بالزربه ولا يديك اللي كتبقى ترعد راه هي من جراء الدواء، ولكن كتنباطر مباشره بعد 15 دقيقه شويه كتمشي ما كتبقاش. نعم ما تحيدش الدواء تمشي عند الطبيب ديالك وغادي يعني تعلموا باش شنو تيوقع ليك، هو غادي يشوف ليك الحاله القلب يشوف لك القلب والشرايين ديالك ويشوف الدوره الدمويه ويعرف كاينك مزيان ما كاين حتى مشكل، الضغط الدموي مزيان يقول لك ما كاين حتى مشكل، هذيك راه اعراض جانبيه. نعم هذيك اعراض جانبيه يمكن لها تمشي طبيعيه. كاين كذلك كنعالجوا بالكورتيكويد. شنو هو الكورتيكويد؟ هو ماده اللي غالبا انتشرت في العالم وشدت واحد الموقف كبير في العلاجات ديال كثير من الامراض، هي كتساعد على محاربه الالتهابات الداخليه اللي كتكون في الاعضاء الداخليه، وهذه الالتهابات هي اللي كنعرفوها من كتعطي الالتهاب كيرجع الانتفاخ اي عضو يعني في المسالك الهوائيه كما قلنا كيرجع هذاك الانتفاخ، ملي كيرجع هذاك الانتفاخ ضروري ان ديك القصبه والقصيده غادي تفرز ذات الماء ديالها باش كتحجب نفسها وكيرجع الانسداد
ملي كنعطيو هاد الكورتيكويد داك الالتهابات كيمشيو، يعني مضادات للالتهابات. اذا فالحاله ديالهم العلاج ديالهم ماشي طويل، اذا العلاج ديالهم تيكون ما بين 3 ايام حتى الاسبوع الى اقصى درجه كنوصلوا ل 10 ايام. بالنسبه للاطفال الصغار كنعطيهم النقاطي، بالنسبه للكبار كنعطيهم اما الاقراص واما الابر واما على شكل بخاخ. يعني هنا هذا العلاج كنعالجوا كنساعدوا الشخص باش كيرجع للحاله الطبيعيه ديالو، ماشي انه غادي يتعالج راه غادي يبرى في مره. كترد غير المسالك الهوائيه ديالو كتعالجها باش ما يمكنلهاش توقف على الالتهابات والانسدادات. اما العلاج مره وهو علاج السبب. اذا كان الانسان عنده حساسيه لبعض الاشياء اللي كاينه في الطبيعه والتي يعيش فيها، كتكون مضادات الحساسيه كياخذها وكيستمر مع الطبيب ديالو واحد المده ديال سنه او سنتين وكيعالج بها، كما قلنا درناها في الموضوع اللي قبل. نعم. ديال التطعيم ضد الحساسيه وضد الامراض اللي كيمكن لها تعطينا الربو وتعطينا ضيق التنفس، ومن بعد تيبقى الانسان الشخص عادي طبيعي. ولكن في حالات اذا كان عنده كتجي من الجو والبرد، كيجي البرد خصو ياخذ احتياطات بحال البارح نقولوا له قالك شهر 11 12 يكون الجو تغير، كيكون شويه دوك الفطريات في الحيط كيبقاو ينبتوا، دوك اللي كنعرفهم الشامبينيون في الحيط كيجيو لي زكريان كيكدا، كيكون التدفئه كذلك عامل تدفئه تا هو تيغير لنا الهواء وتيرد الهواء، انه ملي كتطلق الشوفاج راه ماشي بحال الهواء العادي، الهواء تيسخن ملي كيدخل ليك ماشي تيدخل عادي، يعني كيدخل سخون للذات وما تيكونش فيه محمل الاكسجين بالطريقه اللي كان فيها من قبل في الحاله الطبيعيه. فالجسم كيتفاعل معاه ماشي تفاعلا عاديا، ولكن اذا كان عنده ضعف كمريض الضيقه كيأثر عليه. لذلك احنا كننصحوا مريض الضيقه باش ما يديروش شوفاج كثير في الدار. نعم. يكون الهواء دافئ يصغير التراج ديالو خليه من هو ويكون عادي، ولكن هو يلبس مزيان باش الجسم ديالو يبقى دافئ وسخون وما يتعرضش للنزلات البرديه. نعم. بمجرد ما يحس براسو جاته النزله البرديه خصو يشوف الطبيب، ما يمشيش للصيدلي وياخذ الدواء عشوائيا. نعم. يديتو راسو ضروري نعم كياخذ الدواء حتى تجي في الليل الازمه ملي كيلقى المستشفيات بعاد، الاطباء غلقوا سادين المستيضليات سادين، يعني ما كاينش اللي يعتقوا. نعم يقدر يؤدي به الى الموت. خاصه الناس اللي كيسكنوا يقطنوا في الجبال والمناطق النائيه، هادو هاد النصائح اللي كنعطيهم، لان ما غاديش يشوف الطبيب بين عشيه وضحاها، غادي يشوفوا اليوم غدا بعيد عليه الطبيب. نعم دكتور. دكتور رشيد تبارك الله عليك، نكتفيو بهذا القدر اليوم، ان شاء الله مستمرين معك غدا. دكتور رشيد بن عمي اخصائي في الطب العام لمدينه سلا. لحظه مستمعينا الافاضل ننتقلوا بكم الفقره تفتح قلبك.